بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي طلاب الثانوية العامة القسم الأدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللقاء الأخير أو أقدر أقول القبل الأخير في مراجعات ليالي الامتحان، كنا قد توقفنا في لقائنا السابق مع الوحدة الثانية ونهايتها اللي هي الحدود السياسية. النهاردة بمشيئة ربي عز وجل بنبتدي وبنختم مع بعض آخر مراجعاتنا مع الوحدة الثالثة والرابعة. الوحدة الثالثة اللي هي بتشمل درسين، درس التكتلات الاقتصادية ودرس الأحلاف العسكرية. نمسك أول حاجة على طول التكتلات الاقتصادية. يلا نشتغل مع بعضنا التكتلات الاقتصادية، معروف إن تعرفها طبعا في كتاب المفاهيم زي ما قلنا موجود ده عندك صفحة 60، درجة من درجات التكامل الاقتصادي الذي يتم بين مجموعة من الدول المتجانسة جغرافيا وثقافيا وحضاريا والتي تجمعها مصالح اقتصادية مشتركة. طيب، التكتل الاقتصادي أو التكتلات مش بتتم مرة واحدة، لا ده فيه بتمر بعدة مراحل. يا ترى مراحل ظهور التكتل، أول مرحلة عندي يلا كده مرحلة رفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول التكتل. دي بتتعمل على أي سلع؟ قال لك بتتعمل على السلع الوطنية أي المحلية اللي بتنتج من داخل دول التكتل. المرحلة الثانية مرحلة الاتحاد الجمركي، ودي بتعني تحديد تعريفة جمركية واحدة على السلع اللي مستوردة من خارج دول التكتل. يبقى الدول المشتركة في تكتل لما بتجيب سلعة من خارجه ده بيبقى اسمه اتحاد جمركي، ودي المرحلة رقم 2. المرحلة الثالثة عندي مرحلة السوق المشتركة، ودي فيها حرية كل شيء، حرية انتقال الأفراد والعمالة ورؤوس الأموال وحرية الاستثمار والتملك والإقامة داخل دول التكتل، دي بيسموها مرحلة السوق المشتركة. المرحلة الرابعة مرحلة الوحدة الاقتصادية، ودي معناها تنسيق السياسات المالية والنقدية بين دول التكتل. تمام، وطبعا دي بيوحدوا رسوم الاقراض والاقتراض والعملة الواحدة وهكذا. المرحلة الخامسة والأخيرة مرحلة الاندماج الاقتصادي الكامل، أي أن كل دول التكتل بتتعامل على أنها دولة واحدة، واللي وصل الوحيد لهذا الوضع هو الاتحاد الأوروبي. أنتقل إلى مقومات التكتل. ايه العوامل التي تساعد على قيام ونجاح التكتل؟ اولا في مقومات جغرافية، عشان التكتل ينجح لابد ان يكون هناك اتصال ارضي بين دول التكتل، يبقى الدول كلها في متصلة ببعضها ارضيا، ده يعمل على نجاح التكتل الاقتصادي. تاني المقومات الاقتصادية. طيب، مقومات اقتصادية أي أنها بتعتمد على تنوع الموارد الاقتصادية لا تشابهها، دي أول حاجة. اتنين قال لك وفرة عناصر الإنتاج زي العمل ورأس المال. التالتة وفرة البنية التحتية زي الصورة اللي قدامك دي، شبكة طرق مثلا موجودة في دولة معينة، شبكة كهرباء، تليفونات، مية، كل دول المقومات الاقتصادية. يبقى أهم شيء في المقومات الاقتصادية انه بيعتمد على تنوع الموارد الاقتصادية، تمام، مش تشابهها. التكتل اللي بيفتقد لتنوع الموارد زي مثلا اتحاد دول الخليج، ان الموارد الاقتصادية فيه بيعتمدوا على انتاج البترول. نيجي للمقومات السياسية، لابد من تشابه الأنظمة السياسية داخل دول التكتل، وده الاتحاد الأوروبي بيفتقد لده، ورغم ذلك هو ناجح. يبقى بيفتقد الاتحاد الأوروبي إلى تشابه الأنظمة السياسية. وأخيرا المقومات العسكرية، عايزين نفهم أن المقومات العسكرية ليست شرطا لنجاح التكتل، لقيام التكتل الاقتصادي، ولكن شرطا لنجاحه واستمراره. ليه؟ لأن دول التكتل بتدخل في منافسة مع الدول الأخرى، وهذه المنافسة
تستدعي استخدام القوه او التلويح باستخدام. اذن القوه العسكريه مش شرط ابدا لبدايه التكتل، ولكن شرط لنجاحه واستمراره. طيب اهداف التكتل الاقتصادي، ها اول حاجه تيسير الاستفاده من الانتاج الكبير، تنويع الانتاج بطريقه اقتصاديه، سهوله تحقيق التنميه الاقتصاديه، تمام. وبنقول بنعمل ايضا على زياده الانتاج، كل دي نتائج اقتصاديه. عندي نتيجه سياسيه الا وهي تخفيف اثار الصدمات الخارجيه، ان انت مفيش دولة تقدر تتحكم في دولة داخلة في تكتل بتعتمد على نفسها. طيب من امثلة التكتل اللي موجود في العالم الاتي، خد بالك التكتل مثلا اللي قدامنا ده، خلي بالك شايف انت اللون الموف اللي قدامك ده، ده اسمه النفتة. النفتة اللي هي منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية. يبقى النفتة بتضم كل دول أمريكا الشمالية وعلى رأسها طبعا كندا والولايات المتحدة ودولة المكسيك. مين أقلهم اقتصاديا؟ هي دولة المكسيك. مين الدولة المميزة في هذا التكتل؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية. تاني التكتلات الاقتصادية هو الاتحاد الاوروبي. زي ما انت شايف الاتحاد الاوروبي ده اكبر وانجح واقدم تكتل اقتصادي، والتكتل الاكبر في عدد دوله، لانه كان لحد السنة اللي فاتت بيضم 28 دولة وانسحبت منه دولة بريطانيا، خرجت من دول الاتحاد الاوروبي. لو أن الاتحاد الأوروبي أصبح دولة، ده بيؤثر في دولة سويسرا، هتصبح دولة سويسرا اللي هي دي هتبقى دولة محتوى، أي إنها دولة محاطة ببقية دول الاتحاد الأوروبي كدولة، تمام. يبقى ده تاني تكتل اقتصادي، وشفنا مكانه فين على خريطة العالم. شايفين أقرب تكتل اقتصادي في المسافة للاتحاد الاوروبي هو اتحاد دول المغرب العربي، وده بيضم ان شاء الله تونس، جزائر، مغرب، موريتانيا، وحط عليهم كمان دولة ليبيا. تالت او رابع التكتلات اللي هو واخد اللون الازرق ده اتحاد دول الخليج العربي. وبعد كده عندي فيه انت شايف اللون البنك اللي قدامك ده بيسموه الابيك، منتدى التعاون الاقتصادي لدول شرق اسيا ومحتلاتي. وزي ما انت شايف ده بيضم مثلا في قارة اسيا، دول من قارة اسيا، وبيضم استراليا، ومعانا دولة بيرو وتشيلي من امريكا الجنوبية، اي انه بيفتقد الى الاتصال الارضي. اخر تكتل معايا ألا وهو الكوميسا، انت شايف اهو كل دول الكوميسا. يبقى انا عندي في مجموعة تكتلات موجودة في العالم اتدربنا عليها، اول حاجة النفتة اللي هو ده هو زي ما قلنا، تاني حاجة الاتحاد الاوروبي، تالت حاجة اتحاد دول الخليج العربي، رابع حاجة اتحاد دول المغرب العربي، رابع حاجة اتحاد دول الخليج العربي، خمسة الابيك، واخيرا الكوميس. دول مجموعة التكتلات الاقتصادية الموجودة على مستوى الدنيا كلها، دول النماذج بتاعة التكتلات الاقتصادية. طيب انت شفت الاتحاد الاوروبي اللي هو ده، زي ما اتفقنا الاتحاد الاوروبي ده اصبح الاتحاد الاوروبي، هو كان اسمه ايه قبل كده؟ كان بيسموه السوق الاوروبية المشتركة، تحول الى الاتحاد الاوروبي بناء على اتفاقية اسمها اتفاقية ماستريخت، ودي اتوقعت سنة 1991 واصبحت نافذة المفعول بدءا من يناير سنة 1992. طيب الاتحاد الاوروبي قام على ركيزتين اساسيتين،
اللي هي سيادة القانون وتطبيق الديمقراطية، سيادة القانون وتطبيق الديمقراطية. ولكن دخلت دول يعني مش مؤهلة قوي انها تأول الاتحاد الاوروبي، فلقوا ان الدول دي دون المستوى، فراحوا عاملين شروط اسمها شروط كوبنهاجن، وكوبنهاجن دي عاصمة الدنمارك، وديا حطوا فيها ثلاث شروط، شروط تشريعية ودي اهمها، ثم الشروط السياسية والشروط الاقتصادية. الشروط التشريعية اهم انواع الشروط في شروط كوبنهاجن، على اي دولة تريد للانضمام للاتحاد الاوروبي عليها تعديل قوانينها وتشريعاتها بما يتفق مع قوانين وتشريعات الاتحاد الاوروبي. الشروط الاقتصادية، اي دولة عاوزة تنضم للاتحاد الاوروبي لابد ان تتمتع باقتصاد قوي بحيث تقدر تدخل في منافسة مع بقية دول الاتحاد الاوروبي. واخيرا الشروط السياسية، ابقوا على الشرطين القدام سيادة القانون وتطبيق الديمقراطية، واضافوا اليهم شرطين جداد اللي هي احترام حقوق الاقليات وحقوق الانسان. لو كانت ايطاليا قدمت طلب للانضمام للاتحاد الاوروبي بعد شروط كوبنهاجن ما كانتش هتقبل، نظرا لان ايطاليا لم تحقق حقوق الانسان وحرم الاقلية النمساوية من استخدام لغتهم، اي لا تطبق المادة 27 من الامم المتحدة. تعال معايا لمؤسسات الاتحاد الاوروبي. خلي بالك انا عندي فيه طبعا مؤسسات الاتحاد الاوروبي، اول حاجة المجلس الاوروبي، وده بيعتبر قمة اجهزة الاتحاد الاوروبي، وده شغلته تحديد اتجاهات واولويات السياسة العامة للاتحاد الاوروبي، يعني بيرسم سياسة الاتحاد الاوروبي وبيحدد المشاريع الاهم ثم الاقل اهمية. تاني حاجة عند البرلمان الاوروبي، وده الجهة التشريعية داخل الاتحاد الاوروبي، ده بينتخب من الشعوب بتاع الدول الاتحاد الاوروبي كل 5 سنوات، وده شغلته طبعا اصدار القوانين والتشريعات في ضوء المقترحات اللي جياله من المفوضية الاوروبية بالاشتراك مع مجلس الاتحاد الاوروبي. طب مجلس الاتحاد الاوروبي ده بيعتبر الجهاز التنفيذي داخل الاتحاد الاوروبي، وده بيساعد البرلمان الاوروبي في اصدار القوانين والتشريعات. اخر حاجة المفوضية الاوروبية، المفوضية الاوروبية دي اعتبرها الجهاز الاداري للاتحاد الاوروبي. المفوضية الاوروبية هي اللي بتشرف على ميزانية الاتحاد الاوروبي، واحد، هي نفسها اللي بتشرف على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالاتحاد الاوروبي، هي اللي بتمثل الاتحاد الاوروبي في المؤتمرات السياسية والاقتصادية العالمية، تمام، بالاشتراك مع محكمة العدل الأوروبية، تمام، ده بما يخص الاتحاد الأوروبي. أما بقى اتحاد دول الخليج العربي، ده بيعتبر مؤسسة اقتصادية إقليمية موجودة في العالم، وده طبعا المقر بتاعه في مدينة الرياض، ولكن اتأسس مجلس الاتحاد او اتحاد دول الخليج العربي اول مرة في مدينة ابو ظبي عاصمة الامارات سنة 1981، واتفقوا على ان تكون الرياض مقرا لهذا التجمع الاقتصادي. طيب دلوقتي انا عندي اتحاد دول الخليج، ده اقليمي، ده بيعتبر امة، ده ما بيتوفرش في الاتحاد الاوروبي، لان الاتحاد الاوروبي بيضم 23 لغة وبيختلف عاداته وتقاليده وتراثه، عكس اتحاد دول الخليج العربي اللي عادات واحدة وتقاليد واحدة ولغة واحدة وتراث مشترك، يعني بيعتبر أمة من الأمم. اتحاد دول الخليج بيفتقد إلى التنوع في الموارد الاقتصادية، لأن في تشابه في الأنشطة الاقتصادية بيعتمد على البترول. الاتحاد الأوروبي عدد سكانه أكتر من اتحاد دول الخليج، الاتحاد الأوروبي 500 مليون نسمة، ولكن اتحاد دول الخليج 46 مليون نسمة. ومع على ذكر عدد السكان، التكتل الأكبر في المساحة وعدد السكان هو الأبك، عشان الاختيارات بس،
التكتل الأكبر في المساحة وعدد السكان هو الأبك، لأن طبعا في روسيا وفي الصين، دول كفاية قوي يعني من ناحية المساحة وعدد السكان. طب منظمات اتحاد دول الخليج العربي، هي أنا عندي المجلس الأعلى، وده بيضم الرؤساء والملوك، الرؤساء والملوك دول بيسويه ايه في الاتحاد الاوروبي؟ المجلس الاعلى اللي في الاتحاد الاوروبي بيتكون من رؤساء الدول والحكومات، انما في اتحاد دول الخليج العربي ها الرؤساء الدول والملوك، وبرضه بيحدد اتجاهات واولويات السياسه العامه للاتحاد، الاتحاد دول الخليج بيشرف على الميزانيه، بيحدد لجان فض النزاعات اللي مش ثابته على حسب طبيعه النزاع بيشكلوه. اخر حاجه بيعين حاجه اسمها الامين العام لدول الخليج العربي. في عند المجلس الوزاري ده بيعتبر الجهاز التنفيذي لاتحاد دول الخليج العربي، وده بيشبه المفوضية الأوروبية إلى حد كبير، وده مسؤوليته وضع التوصيات التي تهدف لتنمية التعاون بين دول الخليج العربي وتعيين الأمناء المساعدين. يبقى الأمين العام ده من اختصاص المجلس الأعلى، تعيين الأمناء المساعدين اللي عددهم 5 تمام في كل المجالات، وده بيتكون من رؤساء من وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم. أخيرا بقى الأمانة العامة اللي مقرها في الرياض، دي المقر بتاعها ثابت زي ما قلنا، وده بيشكل الهيكل التنظيمي للمجلس اتحاد دول الخليج العربي تمام، وده بينسق السياسات بين اتحاد دول الخليج العربي. اتحاد دول الخليج العربي عمل مجموعة انجازات، الانجازات بتاعته يلا كده نقول مع بعضنا. عمل قوات درع الجزيرة، ليه؟ قال لك عشان تدافع عن امنه وسلامته، ادي اول حاجة. 2 عمل اتحاد غرف مجلس تعاون دول الخليج عشان نفسهم يعملوا سوق خليجية مشتركة. 3 مشروع العملة الموحدة اللي لسه ما تنفذش. اخيرا الاتحاد الجمركي تمام، وده برضه نجحوا في تأسيسه ما بين دول الخليج العربي. ثالث التكتلات اللي عندنا الكوميسا. الكوميسا طبعا ده تكتل موجود في شرق وجنوب افريقيا، بيضم 22 دولة بمساحة تقدر ب 12 مليون كيلو متر مربع تمام. طيب ده كويس جدا. مراحل تعزيز التكامل بتاعه الكوميسا، في مرحله التجاره التفضيليه دي الاولى، مرحله التجاره الجمركيه او مرحله اسف التجاره الحره يعني ما فيهاش جمارك خالص على السلعه المستوفيه للشروط من دول المنشا. 3 مرحله الاتحاد الجمركي تمام، ودي كانت الثانيه في التكتلات زي ما احنا عارفين، والمرحلة الرابعة السوق المشتركة، وأخيرا مرحلة الوحدة الاقتصادية. مؤسسات الكوميسا، وكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا طبعا دي عشان تجذب الاستثمار والخدمات اللوجستية اللي هي التسويقية، ودي مقرها عندنا في مصر. 2 مجلس أعمال الكوميسا، وديا عشان يزود دور القطاع الخاص، ومصر عضو فيه عن طريق جمعية سيدات الأعمال المصرية والمقر بتاعها في ملاوي. وأخيرا مفوضية المنافسة بالكوميسا تمام، ودي بتقوم بالرقابة على دول الكوميسا والتأكد من اتباعها للإجراءات السليمة. طيب مصر بتصدر ايه من خلال مفوضية المنافسة؟ بنصدر مواد البناء زي الأسمنت والحديد، بنصدر المواد الكيماوية زي الراتنجات واللدائن تمام، بنصدر لهم أدوية وصناعات غذائية وهندسية. طب يا ترى مصر مستفيدة ايه؟ ادي اولا دول الكوميسا ايه موجودة قدامي، مصر مستفيدة ايه من دول الكوميسا؟ ان احنا طبعا بنقدر ان احنا نستورد منهم المواد الخام تمام باسعار مخفضة بدون جمارك، بناخدها عندنا بنصنعها وبنشغل الايدي العاملة وبنرجع نصدرها لهم، يعني بنستفيد اقتصاديا مرتين.
الثالثة بنستفيد أيضا اقتصاديا من خلال الدعم اللي مقدم من بنك التنمية الأفريقي، وبنلعب دور سياسي ريادي داخل الدول الأفريقية، وطبعا بنستغل قلة خبراتهم الاقتصادية وبنشتغل احنا وبنصدر لهم المواد الخام. ده الدرس الأول في الوحدة الثالثة. أما الدرس الثاني اللي هو الأحلاف العسكرية. موضوع الأحلاف العسكرية ده موضوع قديم ولكن زاد قوي في ظل سياسة الحرب الباردة ما بين الكتلتين الشرقية والغربية، تمام؟ طيب، في ظل سياسة توازن القوة عندي في أحلاف كانت موجودة واتحلت، وفي حلف لازال قائما. الأحلاف الموجودة واللي اتحلت زي، يلا معايا كده من فضلكم، شايفين اللون الأخضر ده؟ ده بيسموه الحلف المركزي، أهو اللون ده كده، أهو ده الحلف المركزي. شايفين اللون البينك ده؟ ده حلف ورسو، ده كان موجود برضو واتفك، تمام؟ طيب، وفي عندي حلف جنوب شرق أسيا. شايفين اللون اللي هو النبيتي ده؟ ده دول أعضاء في الحلف المركزي وفي دول أو في حلف جنوب شرق أسيا. دي كلها أحلاف تم حلها، ولكن الحلف اللي لازال قائما هو حلف الناتو بتاع دول أوروبا بجانب كندا والولايات المتحدة الأمريكية. طب يا ترى أهداف الأحلاف العسكرية؟ زي ما احنا شايفين، ردع الأعداء أي صد الأعداء، أي بسبب الخوف من خطر مشترك بيهدد أمنهم القومي يبقى ده سبب عسكري. اتنين، زيادة القوة، إن الدول بدأت تتجه إلى التحالف في التسليح بدلا من التسليح المنفرد اللي بيستنزف مواردها الاقتصادية، يبقى ده سبب اقتصادي، يبقى الأسباب الاقتصادية زيادة القوة عشان يوفروا. التالتة، تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية، زي ما انت شايف ان ده سبب سياسي. أخيرا، حماية المصالح المشتركة وتنمية التعاون الاقتصادي والاجتماعي، يبقى ده سبب اجتماعي واقتصادي. حلف الأطلنطي، لو انا هبتدي اتكلم عن حلف الأطلنطي، عايز اقول لك ان حلف الأطلنطي ده انشئ طبعا عشان يقدر يواجه حلف ورسو والعكس صحيح. طيب، حلف الأطلنطي ده طبعا زاد وانتشر في ظل سياسة الحرب الباردة. كان حلف ورسو بقيادة الاتحاد السوفيتي عمل الحلف برضه ردا على حلف الناتو او حلف شمال الأطلنطي. طب حلف الناتو ايه سبب انشاؤه بالتحديد؟ سبب انشاؤه الخوف من الاتحاد السوفيتي، وبعد كده بسبب قيام الاتحاد السوفيتي بتشديد حصاره على برلين عاصمة ألمانيا. طيب ماشي، ونتيجة اندمان ألمانيا الغربية، انضمام ألمانيا الغربية لحلف الناتو، قام الاتحاد السوفيتي بتأسيس حلف وارسو. يبقى إذن ألمانيا كانت سبب لإنشاء حلف الناتو وسبب لإنشاء حلف وارسو. طيب، كلام كويس جدا جدا. تعال نشوف الأسباب اللي أدت إلى انهيار حلف وارسو. أولا، بسبب سياسة غورباتشوف الشفافية والانفتاح السياسي والاقتصادي على العالم، أدي واحد. اتنين، الاعتماد على القطاع الخاص وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية. سياسة غورباتشوف لم تنجح في إيجاد نظام أكثر تطورا، بل سادت الفوضى في دول الاتحاد السوفيتي السابق وفي دول حلف وارسو. استغلت دول حلف وارسو حالة الفوضى وأعلنت تخليها عن التزاماتها تجاه الحلف، وبالتالي برضو بدأت دول الاتحاد السوفيتي تعلن استقلالها. نتيجة لكده طلع غورباتشوف وأعلن سقوط وانهيار حلف وارسو وتفكك الاتحاد السوفيتي وسقوط كتلة الكوميكون، ومن هنا انفردت الولايات المتحدة بزعامة العالم على الخريطة السياسية. الخريطة السياسية عدد دولها زاد، ان الكلام ده هنعوزه بعد دقايق،
وبالتالي العالم بقى قطب وحيد ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية. تمام؟ طيب، وانتهت حقبة من الخلافات وبداية حقبة من التعاون نتيجة سقوط حلف وارسو على استراتيجية حلف الناتو. قبل كده حلف الناتو ما كانش يقدر يتوسع جهة الشرق. طب لما سقط الاتحاد السوفيتي، النتيجة الأولى بدأ حلف الناتو سياسة التوسع جهة الشرق على حساب الدول اللي سقطت من الاتحاد السوفيتي. بدأ ربط مستقبل الأمن الأوروبي بالدور اللي بيلعبه حلف الناتو داخل أوروبا وعلى أطرافها. تمام؟ طيب، بدأ حلف الناتو يوجدوا دور لنفسهم داخل أوروبا وفي النزاعات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. طيب يا ترى حلف الناتو هل قام بأي أدوار في العالم؟ زي إيه؟ أولا تدخل في مجموعة أزمات، أرسل قوات حفظ سلام في مقدونيا وفي البوسنة والهرسك، يبقى دي كده سياسي وعسكري. ليه مواقف إنسانية مع دول الحلف لما ساعد الولايات المتحدة في ضد الزلزال أو الإعصار اللي هي تعرضت له اللي هو إعصار كاترينا، وكان ليه دور خارج دول الحلف حيث ساعد باكستان في الزلزال اللي ضرب باكستان في سنة 2006. ده كده الدور اللي لعبه حلف الناتو في أوروبا وفي منطقة الشرق الأوسط، وده طبعا كان دور كبير جدا لعبه حلف الناتو في هذه المنطقة. أروح معاك للوحدة الرابعة والأخيرة اللي هي فيها أيضا درسين، العلاقات الدولية وأخيرا النظام العالمي الجديد اللي أنا خدته تقريبا مع الدرس التمهيدي. العلاقات الدولية لها أشكال كتير جدا، قد تكون أحلاف عسكرية، قد تكون تكتلات اقتصادية، قد تكون اتحادات سياسية وغيرها من التكتلات. تطور العلاقات عبر التاريخ، أول هذه العلاقات، أول علاقات التاريخ كانت ما بين رمسيس الثاني ملك مصر وملك الحيثيين لتنظيم مبادئ الحرب والسلم ما بين الدولتين، يعني علاقات سياسية وعسكرية. ادي حاجة، يبقى كان اول العلاقات ما بين رمسيس الثاني ملك مصر وملك الحيثيين لتنظيم مبادئ الحرب والسلم. وبرضو كان في رحلات اقتصادية خفيفة في عهد الملكة حتشبسوت الى فينيقيا والى بلاد بونت. طيب التانية، علاقة الفرس والروم، ادي تاني العلاقات مع الممالك الخاضعة لهم في منطقة بلاد الشام. التالتة، علاقة الدولة الإسلامية مع جيرانها او مع القوى الكبرى التي عصرتها. دي في العصور القديمة. في العصر الحديث، اول ما يجيب لك عصر حديث تبقى الثورة الصناعية، والثورة الصناعية دي نقلت العلاقة. اولا زودت اعتماد الدول على بعضها، يبقى الثورة الصناعية زودت اعتماد الدول على بعضها، يبقى زودت العلاقات الدولية ونقلت العلاقات من حاجتين لحاجتين، من مجرد علاقة حرب وسلم الى امور اخرى متعددة، ومن مجرد علاقة جوار الى افاق اوسع شملت كل دول العالم. اما بقى في الوقت الحالي تشعبت العلاقات الدولية، والدليل على ذلك البعثات الدبلوماسية الملحقة بالسفارات حيث بتضم ممثلين عن الدولة في مختلف المجالات. كمان لما يجيب لك مثلا يقول لك تنظيم دولة قطر لكأس العالم 22، ها ده دليل على ايه؟ قال لك على تشعب العلاقات الدولية. يبقى اي محفل دولة، مصر لما بتنظم المعرض الدولي للكتاب كل سنة، معرض القاهرة الدولي للكتاب، ده دليل على تشعب العلاقات الدولية. مهرجان سينمائي زي مهرجان كان او مهرجان القاهرة السينمائي، ده دليل على تشعب العلاقات الدولية. طب العوامل التي تؤثر في العلاقات الدولية، اول العوامل الطبيعية الموقع،
والدول ذات الموقع المركزي بتلعب دور كبير عن الدول ذات الموقع الهامشي على حسب موقع الدولة. يعني دولة زي مصر بتلعب دور أكبر من دولة زي استراليا أو نيوزيلندا، تمام؟ لكن دولة زي الأرجنتين ونيوزيلندا والدول دي كده رغم أنها دولة هامشية لكن بدأت تلعب دور كبير جدا في العلاقات الدولية نظرا لغناهم في الموارد الاقتصادية والحشاش. كذلك المساحة، الدول اللي عندها مساحة كبيرة زي روسيا والصين والولايات المتحدة وكندا وكازاخستان والجزائر والسعودية، الدول المساحة الكبيرة بتلعب دور كبير في العلاقات الدولية عن الدول الصغيرة أو الدول القسمية. العوامل البشرية، عدد السكان بيلعب دور كبير، والدليل على ذلك دولة الصين وإنها لعبت دور كبير في تأسيس هيئة الأمم المتحدة واتخذت مركز أو مكانة دائمة في مجلس الأمن وتمتلك حق الفيتو. ثم الوزن الاقتصادي، أيضا دولة زي الصين عندها موارد اقتصادية متنوعة وده بالتالي العالم كله بيسعى لإقامة علاقات معها. القوى العسكرية زي ما احنا شايفين دلوقتي روسيا لازال روسيا هي الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي السابق بحكم اتساع المساحة وانها ورثت اكبر قدر من الترسانة النووية بتاعة الاتحاد السوفيتي، بتلعب دور كبير جدا في الازمات العالمية زي الازمة الاوكرانية والاوضاع اللي موجودة في سوريا. علاقات الدول في الحرب والسلم، اولا احنا عارفين ان كان عندنا في حاجة اسمها عصبة الامم اللي اتعملت بعد نهاية الحرب العالمية الاولى اللي اهدافها ضمان السلم ومنع الحرب، واتنين تنظيم العلاقات الدولية. فشلت عصبة الامم ليه؟ عدم ضمان دول كبرى زي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، خروج دول كبرى زي المانيا واليابان، وبالتالي عدم امتلاك عصبة الامم لقوة عسكرية تساعدها على تنفيذ اهدافها، واخيرا انتهت باندلاع الحرب العالمية الثانية. لما خلصت الحرب العالمية الثانية العالم راح مؤسس حاجة اسمها الامم المتحدة. طب عصبة الامم، عصبة الامم تم تأسيسها، تم الاتفاق على تأسيسها في دولة شبه رئاسية الا وهي فرنسا، تمام؟ لان اتعملت في مؤتمر الصلح اللي في فرساي في فرنسا اللي كان في باريس. اما بقى هيئة الامم المتحدة فتم تأسيسها في دولة فيدرالية الا وهي الولايات المتحدة وبالتحديد في مدينة سان فرانسيسكو. والامم المتحدة اتفقوا الى ان المقر بتاعها برضو تبقى في نفس امريكا اللي الفيدرالية في مدينة نيويورك، والمقر البديل في دولة محايدة في العالم الا وهي سويسرا وبالتحديد في مدينة جنيف. اهداف هيئة الامم المتحدة الحفاظ على السلام والامن الدولي وتدعيم العلاقات الدولية في مختلف المجالات. واخيرا طبيعة العلاقات الدولية في السلم بتمر بخمسة مراحل: مفاوضات، وساطة، مساعي حميدة، توفيق، واخيرا التحكيم، وده التحكيم قراراته ملزمة ومصر استفادت بالتحكيم في قضية طه. اخر درس معانا النظام العالمي الجديد، وطبعا ده بكلمة ونص كده لان انا يعتبر شرحته من خلال الدروس السابقة وبالتحديد مع الدرس التمهيدي. النظام العالمي الجديد ابتدى في تسعينات القرن العشرين، نهاية القرن العشرين، نهاية الألفية الثانية، وانتهى بسقوط الاتحاد السوفيتي، انتهى بنهاية الشيوعية وانفراد الرأسمالية في العالم، بسقوط كتلة الكوميكون، بسقوط حلف وارسو. من هنا ابتدى النظام العالمي الجديد. اول من طرح فكرة النظام العالمي الجديد هو الرئيس ويلسون من خلال حق تقرير المصير، تمام؟ طيب ظهر مصطلح النظام العالمي الجديد ده في خطاب الرئيس جورباتشوف اللي اعلن نهاية حقبة من الصراع وبداية حقبة من التعاون ما بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية. شاع مصطلح النظام العالمي الجديد في خطاب الرئيس جورج بوش الاب
اللي قال إن ما يتعرض للخطر ليس بلد صغير فحسب، وإنما هي فكرة حيوية، هي فكرة النظام العالمي الجديد. مجموعة المبادئ الحاكمة للنظام العالمي الجديد اللي أعلنها غورباتشوف: نزع السلاح، إعلان مبدأ توازن المصالح بدلا من توازن القوى، نزع الصفة الأيديولوجية عن العلاقات الدولية، العمل على تخطي الحواجز والصعوبات حفاظا على مصلحة البشرية. متغيرات النظام العالمي الجديد: أول حاجة، سعي دول أوروبا لاستكمال وحدتها. 2، سعي دول آسيا لإيجاد مكان لها على الساحة الدولية. 3، ظهور اليابان وألمانيا كقوتين عظمتين. 4، الثورة الصناعية الثالثة اللي هي المعلوماتية. 5، إيجاد حلول للمشكلات اللي بيعاني منها العالم. 6، تدعيم دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن الدولي. خلي بالك، لم تنجح الأمم المتحدة في القيام بدورها في الحفاظ على السلام والأمن الدولي إلا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالزعامة العالمية. طب يا ترى تأثير النظام العالمي الجديد على الدول النامية والدول المتقدمة، يعني المزايا والعيوب: أول حاجة، احتكار مطلق للمال والسلاح والتكنولوجيا من دول الغرب الرأسمالية، تمام، وده بيعتبر دور إيجابي للدول المتقدمة وسلبي على الدول النامية. 2، توظيف التكنولوجيا من أجل الوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج، وده بيفسر الصراع على المواد الخام وخاصة اليورانيوم. 3، تضاءل الدور اللي بتقوم بدول عدم الانحياز في العالم بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. 4، أسباب سقوط الاتحاد السوفيتي درس لأي دولة عايزة تعمل تطور لازم تعتمد على نفسها. 5، التدخل الأمريكي في شؤون بعض الدول واختراق الأمن الثقافي العربي وانتشار العنف والحروب الأهلية من العالم. ده تذكرة بالمنهج وكيفية التعامل مع الأسئلة. إن شاء الله لي لقاء معاكم على الهواء مباشرة يوم السبت القادم إن شاء الله في تمام الساعة 6 مساء، لأي أسئلة واستفسارات أتلقاها منكم على موعد إن شاء الله على أمل لقاء مباشر يوم السبت 6 مساء مع بعض على الهواء، وإن كان في أي تعديل هننوه عليه بإذن الله تعالى. وإلى أن ألقاكم وأستودعكم الله، ويا رب أكون كنت ضيف خفيف معاكم طول السنة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.